مساء الخير مشاهدينا، حلقة جديدة من شوط إضافي لليوم نخصصها للحديث عن الأزمة الدائرة بين اتحاد كرة القدم التابع للنظام والمدرب البرازيلي ماركوس باكيتا الذي كان من المقرر أن يشرف على تدريب المنتخب في الفترة المقبلة. حياكم الله. من الواضح أن مسلسل هروب المدربين الأجانب من الإشراف على تدريب المنتخب التابع للنظام ما زال مستمرا، وذلك بعد أن أعلن اتحاد الكرة في بيان عبر حسابه على فيسبوك أعلن عزمه محاسبة المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا قانونيا عقب تراجعه عن إقرار يتضمن التزامه بصيغة نهائية للعقد وعدم التعاقد مع أي جهة خلال 15 يوما من تاريخ 9 تموز الحالي. وأضاف البيان أنه بتاريخ 20 من الشهر الحالي قام اتحاد الكرة بإرسال العقد للمدرب عبر البريد الإلكتروني موقعا أصولا التزاما بالمهلة المذكورة ليصار لتوقيعه بشكل نهائي من قبل باكيتا تنفيذا للإقرار. إلا أن باكيتا لم يرسل رده على العقد لتتم مراسلته مجددا من قبل الاتحاد. هذا هو باكيتا طبعا، المدرب الذي كان من المفترض أن يدرب المنتخب التابع للنظام، يجب أن يرد. كان باكيتا ورد بذات اليوم، ولكن بعد أن تمت مراسلته لمرة ثانية، ولكنه قام بالاعتذار عن المهمة لعدم موافقة أسرته على ذلك. هذا وسبق لباكيتا أن زار سوريا وخرج في جولة مع مسؤولي الاتحاد للاطلاع على الملاعب والبنى التحتية الرياضية كما سنشاهد في هذا الفيديو. باكيتا في ربوع دمشق، هذه الزيارة كان قد أعلن عنها اتحاد الكرة في 6 من الشهر الحالي، واستمرت مدة 2 يومين، وذلك من أجل استكمال المفاوضات تمهيدا لاستلام المهمة الفنية، إذ سبق للمدرب البالغ 62 عاما سبق له أن درب عدة أندية عربية منها الغرافة والريان، كما أشرف على الهلال السعودي والشباب الإماراتي والزمالك المصري كذلك. أما على صعيد المنتخبات فتولى تدريب منتخبي السعودية وليبيا أيضا. للتأكيد فإن الاتفاق بين اتحاد الكرة والمدرب البرازيلي هو اتفاق شفهي، وليس هناك عقد موقع أو شيء ملزم بين الطرفين، لكن بعض الصحفيين عللوا سبب رفض باكيتا لمهمة تدريب المنتخب التابع للنظام بعدم رضاه عن وضع الملاعب والبنى التحتية، وقالوا إنه فوجئ كثيرا ولم يكن يتوقع ذلك، إضافة إلى بعض النصائح التي وصلت إليه من العارفين في الشأن الرياضي السوري تنصحه بعدم قبول العرض. ولعل أبرز ما دفع باكيتا للتراجع هو موضوع الراتب الشهري الذي يصر اتحاد الكرة على تحصيله من الأموال المجمدة لدى الفيفا، وهو أمر متكرر صراحة عند التعاقد مع أي مدرب أجنبي. يعني الجماعة بيقولوا للمدرب نحن مفلسين، وإذا بدك راتب تفضل وخذه من أموالنا عند الفيفا، بس ما عندنا استعداد ندفع لك شيء، يعني من الآخر شحاد ومشارد. طبعا هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها المدربون الأجانب مشكلات مع اتحاد الكرة في سوريا، ولعلكم مشاهدين تذكرون قصة المدرب الإيطالي أنطونيو كابريني التي تعود بنا إلى عام 2008 حين كان قاب قوسين أو أدنى من التعاقد لتدريب المنتخب، قبل أن يرفض المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام آنذاك رفض التصديق على العقد الموقع بين اتحاد الكرة والشركة الراعية المسؤولة عن أكاديمية إي سي ميلان في سوريا، ما دفع الشركة الراعية إلى فسخ العقد بسبب الروتين من جهة وبعض العقبات التي وضعت في وجهها من جهة أخرى، والتي كانت ستتكفل بكل نفقات المدرب الإيطالي إضافة إلى المعسكرات
التدريبية. كما لا ننسى كيف قدم المدرب التونسي نبيل معلول، كيف قدم استقالته من تدريب المنتخب لعدم حصوله وكادره الفني على مستحقاتهم لفترة طويلة من اتحاد الكرة، وقصص كثيرة الصراحة يعني لا يسعني أن أذكرها هنا، بل نحتاج إلى حلقات ووقفات. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إليه الصحفي الرياضي بشار حاج علي من مدينة إسطنبول. مساء الخير أستاذ بشار. مساء الخير أستاذ، ومساء الخير للزملاء في الاستوديو ولكل شيء عم يشاهد تلفزيون سوريا بهي اللحظات. أستاذ بشار، برأيك ما السبب الحقيقي لرفض المدرب البرازيلي باكيتا تدريب المنتخب؟ بس تعليق صغير على الفيديو ومن ثم بنحكي بالأسباب والتداعيات. هن فاكرين انه اذا ركبوه سياره وجابوه على الملعب وشاف المرجل الاخضر وكم كرسي مركب على المدرجات، مفكرين انه باكيتا وغيره رح يقبل بالتعاقد معهم وتم الامور مثل ما هن بدهم، هيك مفكرين. ولكن باكيتا مثل ما ذكرت حضرتك في التقرير انه هو شاهد الملاعب بعينه وزار الاماكن اللي ممكن يدرب فيها، ومثل ما قلت اجته النصائح واجته يعني الصوره الكامله، وهو بيعرف انه قبله مثل ما حضرتك ذكرت نبيل معلول غادر، شتانجل الماني قبل معلول كمان غادر، وعديد من المدربين الاجانب سواء بسبب ضغط النتائج او عدم توفر او انهيار البنيه التحتيه للرياضه السوريه خلتهم كلياتهم هدول يمشوا بسرعة هائلة، يعني ما بيستنوا ولا دقيقة. وأصلا العقد لم يتم، يعني التعاقد لم يتم مع باكيتا، حتى نشوف البيان أو التوضيح اللي أصدره اتحاد كرة قدم لدى النظام أنه سنحاسب وسنرفع وسنشتكي، هذا كله كلام زر رماد في العيون، يعني أنه حتى يطالع اتحاد كرة حاله من الشغلة مثل الشعرة من العجين. والله نحن جبنا باكيتا تعاقدنا معه واتفقنا على كل شيء، ولكن هو خلى بالعقد. هذا الكلام ما بينطي على الناس كلها، ضحك على اللحة هذا الكلام. طب هل يستطيع أستاذ بشار؟ نعم أستاذ بشار، قبل أن تكمل فكرتك، هل يستطيع اتحاد الكرة كما ذكر أن يلاحق باكيتا قانونيا وهو لا يملك معه سوى اتفاق شفهي كما ذكرت حضرتك؟ على الإطلاق، على الإطلاق. لماذا؟ لأن العقد لم يتم، ما صار توقيع رسمي. هلا التوقيع الرسمي وين بيصير؟ بيصير بيجي برجع الباكيتا من اجازته القصيره، اصلا هو غادر يعني بخلفيه مسبقه، هو بيعرف حاله ليش راح، بيعرف انه هو ما راح يرجع. التعاقد بيتم بمقر اتحاد كره القدم لدى النظام، بيحضروا الاعلاميين ووسائل الاعلام كلها وبيشاهدوا على الواقع التوقيع. هذا التوقيع ما حصل، شلون بيدعي اتحاد كره لدى النظام انه هو تعاقد مع باكيتا حتى يسكت اصوات جماهير كره القدم السوريه اللي هي منزعجه من هذا الامر. طيب ستبقى معي الان استاذ بشار، ستبقى معي لاخذ هذه الماده ثم نعود لنكمل نقاشنا حول هذا الموضوع. يقال أن صلاح رمضان رئيس اتحاد كرة القدم قد وعد الأندية السورية بعطايا في حال فسخ العقد مع المدرب البرازيلي، إذ أن هناك بنداً يلزم باكيتا بدفع مبلغ 500 مليون ليرة سورية لاتحاد الكرة، سيدفع منها رمضان لكل نادي من الأندية الاثني عشر مبلغ 500 ألف ليرة. يعني مشاهدينا بحسبة بسيطة وعلى سعر الليرة اليوم، خلينا نقول أنه هي 500 ألف رح يعطيها لكل نادي، سعر الليرة اليوم لو قسمنا هي تقريبا 4160 ليرة، يعني رح يطلع تقريبا شيء حوالي 120 دولار. وإذا اعتبرنا أنه كل نادي عدد لعيبته 24 وبيوصل لل 35 مع الإداريين ومع الفنيين، هيك بيطلع تقريبا بحسبة كمان بسيطة لكل واحد حوالي 3.5 دولار. على السوري بيساوي شغلة شيء 14,000 ليرة و560. وإذا قلنا أنه سندويشة الشاورما حاليا بسوريا عم تسوى حوالي 5,000، معناتها كل واحد بيشتري سندويشتين شاورما ووحدة فلافل، أو ممكن سندويشتين شاورما ونص سندويشة شاورما كمان معهم. يعني يا جماعة شر البلية ما يضحك، اتبحبحوا كتير الشباب، يعني مبلغ 500,000 هو بصراحة كرم تمر الأندية تمر. لو بدي أرجع لعند الأستاذ بشار، أستاذ بشار
شو رأيك بهذا المبلغ اللي كانوا راح يقدموه نتيجة فسخ العقد مع المدرب؟ هذا فصل جديد من فصول مهزلة الرياضة السورية، وأن هي بتعيش على على يعني على الرمال المتحركة. وين ما رحت بتغوص، وين ما رحت بهي الرمال بتغوص. هذا الكلام كله يعني فعلا حضرتك قلت انه يدعو للسخرية ويدعو للضحك حتى يقلب المرء على قفاه. يعني انا مصاري وانا حساب يا سيدي. اذا كان صلاح رمضان واتحاده المبجل راح يحصل على دولار او ليرة سورية واحدة فليقابلنا، ونحن من نطلع نعتذر لكل شيء يعني له بهذا الموضوع. نعتذر لكل جماهير كرة قدم السورية اللي هي قلبها مجروح وقلوبها كمان مجروحة من الشيء اللي عم يحصل. نحن مع الشعب السوري، ونحن منريد أنه جمهور كرة قدم السورية يفرح ومن خلال كرة القدم خليها تكون الرياضة هي المتنفس. طيب. ما في مشكلة، ولكن أنت تطلع تضحك على الجمهور بهاي المبالغ هذا أكبر عيب. طيب أستاذ بشار، الدخل الشهري الثابت للمدرب كان نقطة جوهرية لربما لأن يرفض التدريب، يرفض تدريب منتخب النظام، ودائما كان الموضوع مرتبط بالأموال المجمدة لدى الفيفا كما حصل يعني مع نبيل معلول. يعني ما رأيك بهذا الموضوع؟ لماذا دائما كل مدرب يأتي يطالب بالراتب كما حدث مع نبيل معلول حينما طالب بالرواتب 15 شهر تقريبا من دون دفع أي مبلغ لهذا الرجل؟ قالوا له بأن الأموال سوف يتم تحصيلها من الفيفا. يعني هل هي مشكلة المدرب لا يدفع راتبه وينتظر الأموال المجمدة لدى الفيفا؟ يعني هون حطنا جمال مثل ما بقول المثل. باكيتا مثل ما قلت لك وصلته المعلومات الكاملة، وحتى الآن نبيل معلول في له رواتب سابقة ما حصل منها ولا شيء لحتى الآن. يعني هل يعقل باكيتا؟ ليش باكيتا جاي من منين جاي؟ يعني من جزر القمر، جاي من الصومال، منين جاي؟ باكيتا بيعرف كل شيء، ولذلك قالوا له لا تشتغل، اوعى تشتغل، لأنه الأموال هي لدى الاتحاد الآسيوي ولدى الفيفا لا يمكن تندفع لك ولو راتب يوم واحد. طيب لماذا الإصرار على المدرب الأجنبي أستاذ بشار برأيك؟ لماذا يعني نحن لدينا مدربين محليين، لماذا يتم استبعاد المدرب المحلي دائما ويتم جلب مدرب صف ثاني خلينا نقول من خارج سوريا؟ هذا نسميه هروب للأمام. بيجي اتحاد جديد، اتحاد صلاح رمضان هو اتحاد جديد عمره حوالي تقريبا شهر شوي، زر رماد في العيون، بروغاندا اعلاميه، والله نحن جينا نعمل نشتغل ونجيب مدرب اجنبي يشرف على المنتخب على الاتحاد بالاداره الفنيه، ها مشان اسكات الصوت الاخر مو اكثر. ولذلك باكيتا كشفهم بسرعه هائله. يعني حتى اذا بتلاحظ استاذ فرات، باكيتا لم يصدر عنه اي تصريح اعلامي إذا لاحظت هذا الشيء، ولا كلمة لأي وسيلة إعلامية، لا جريدة ولا إذاعة ولا تلفزيون، ما عطى أي شيء، فقط غادر. لذلك هو هي مغادرة مبنية على شيء لدى باكيتا شيء موثق. طيب الاتحاد، اتحاد كرة القدم في سوريا، قال إن باكيتا استخدم هذا الأسلوب في البيان، أنا أذكر لك هذا ما ذكروه، لتسويق نفسه. الرجل يريد أن يسوق نفسه من خلال ما فعله. كيف لمدرب سبق له أن قاد منتخبات مثل المنتخب السعودي والمنتخب الليبي أن يبحث عن تسويق؟ هذا التسويق يعني شلون بدي أقول لك، هذول الجماعة اللي ما بشوف الغربال أعمى. أنا تسويق هذا، إذا هو راح رأسا ترى في نادي مقدمة أغادير حسنة يمكن بالمغرب، نعم، مباشرة وقع العقد واستلم أموره واشتغل مثل ما ذكرت حضرتك بالتقرير، اشتغل في الخليج، اشتغل في مصر. الرجل باكيتا ربما لا يكون من فئة الخمس نجوم، ولكن هو عنده الخبرة وعنده الإمكانية والقدرات أنه يشتغل بصف خلينا نقول خلينا منتخبات أو أندية الصف الثاني ممكن. ولكن باكيتا يعرف كل شيء وعرف كل شيء عن كرة القدم السورية، ولذلك غادر بدون ما يطلع وراء. ختاما بدي تشكرك الأستاذ بشار حاج علي الصحفي، كنت معنا للحديث عن الأزمة الدائرة بين اتحاد كرة القدم السوري وباكيتا. شكرا جزيلا لك، وستستمر كل الأزمات. شكرا. شكرا.
انضم البرازيلي المخضرم داني ألفيش إلى صفوف نادي بوماس بصفقة انتقال حر بعد مغادرته لبرشلونة في فترته الثانية ليمثل بطل المكسيك 7 مرات وهو بعمر 39 عاما. نشاهد مع المقتطفات من تقديمه للجماهير. إلى هنا وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام شوط إضافي لهذا اليوم. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.